أيضا مشاهدينا، الوقوف عند آخر التطورات الميدانية لا سيما في 24 ساعة الأخيرة. ينضم إلينا من صيدا من جنوب لبنان الصحفي محمد البابا. صباح الخير محمد وأهلا بك معنا. كما تابعنا عاشة الضاحية الجنوبية والمناطق أيضا كرة الجنوب استهدافات إسرائيلية وأوقات صعبة، حدثنا أكثر حتى قيل بأن ميس الجبل سويت بالأرض. نعم جزيل صباح الخير، ولكن يعني الغارات التي حصلت على الضاحية الجنوبية لبيروت كان لها الأثر الكبير في إعادة يعني بعد عدة أيام من الهدوء في الضاحية الجنوبية لبيروت جاءت الغارات، والتي إحدى الغارات جاءت ملاصقة ل يعني حدود مطار بيروت الدولي، مطار رفيق الحريري الدولي، بعد استهداف منطقة تحويطة الغدير، وكان هناك انفجار عنيف جدا. يعني أثار هذا الانفجار وهذا الاستهداف طال مطار بيروت الدولي، حيث تضررت صالات الاستقبال وتطايرت السجايا والركام على المدرج الشرقي لمطار بيروت الدولي. ولكن عملت فرق الصيانة وفرق يعني الطوارئ في مطار بيروت على معالجة هذه يعني الأضرار بشكل سريع جدا، ويعني يتداول أنه تم نقل طائرات من الجهة الشرقية لمطار بيروت باتجاه الجهة الجنوبية والجهة الغربية، وذلك حفاظا على سلامة تلك الطائرات بفعل الاستهدافات التي كانت تطال الضاحية الجنوبية. أيضا يعني على مريجي كان هناك غارة برج البراجنة حار تحريك، حتى يعني تم استهداف حي السلم أيضا في يعني بصاروخ أصاب أحد المباني السكنية في الضاحية الجنوبية. ولكن أيضا كان هناك على غرار الضاحية كان هناك غارات على الجنوب، البازوري، السرفاند، النبطي، إبل السئي، عيترون، هذه بلدات كانت عرضة لغارات عنيفة. هناك معلومات عن سقوط عدد من الضحايا. حصيلة الضحايا بالأمس كانت 51 يعني قتيلا وأكثر من 180 جريحا في سلسلة الغارات التي طالت الأراضي اللبنانية. أيضا الجيش الإسرائيلي نشر فيديو لعملية تدمير حي كامل في منطقة يعني إبل السبيل أو ميس الجبل عفوا. نعم، أيضا يعني يشار إلى أن هناك دمار كبير محمد في بلدة زبدين بقضاء النبطية جنوب لبنان بعد غارات إسرائيلية مكثفة وبعد هدوء دام لستة أيام. نعم، يعني تبنين وبرعشيد، عدد كبير جزيل من الكرة الجنوبية المتاخمة للمنطقة الحدودية هي أصبحت مدمرة بشكل كبير بفعل الغارات الإسرائيلية التي تستهدف يعني وسط البلدات، تستهدف الأماكن التجارية. مثلا النبطية، يعني كان هناك سوق النبطية، الآن يعني تم تسوية هذا السوق بشكل كامل بالأرض، يعني أكثر من 30 مبنى ومحل تجاري سويوا بالأرض. أيضا في صور وسط مدينة صور أيضا تعرضت لضربات عنيفة، وهناك مناطق وأبنية يعني سويت بالأرض. لذلك يعني عملية الاستهدافات التي تطال البلدات الجنوبية هي تستهدف ويعني يستخدم فيها أسلحة ثقيلة، صواريخ ثقيلة تؤثر بشكل على الطبيعة الجغرافية في تلك المنطقة. مثلا يعني الكرة الحدودية، معظم الكرة الحدودية المتاخمة للخط الأزرق أصبحت مدمرة بشكل كامل، يعني معظم المنازل سويت بالأرض بفعل الصواريخ أو حتى بفعل عمليات التفخيخ التي تقوم بها وحدات من الجيش الإسرائيلي التي تتوغل تفخخ الأحياء ثم تنسحب وتقوم بتدميرها بشكل كامل. نعم، أشكر لك كل هذه التحديثات وهذه المعلومات التي وفيتنا بها من صيدا من جنوب لبنان الصحفي محمد البابا، شكرا لك.